700 بالعلوة اليوم موجودة بكل مكان. ايه. هذا هذا واحد من الناس احكي لك عنه قبالي وصاحبي وجيراني، هذا بألف ونص، هذا بألف، هذا بألف. هاي واحد سنة قاعد قدام العالم. هذا اليوم يصيح بألف، هذا بألف ونص. ونفس الطماطة. نفس الطماطة ونفس هذا وهي على موجود، روح له هي على زلمة. روح اسأله وشوفه. فالغلط اي طبعا بالاسعار. شنو صعد هسه حاليا؟ هم ذول يصعدون. من هم؟ هم المحلات تصعد، واقع حال؟ المحلات هم واحد ما يصعدون؟ خلينا نحكي لك واقع حال. زين. طماطم اليوم يبيعها ب 1000 ونص. طماطم ب 1000 ونص. طماطم ب 1000 ونص؟ ب 1000 ونص. هذا يبيعها ب 1000، هذا يبيعها ب 1000 ونص. شنو الفرق؟ جاوبني. نفس الطماطم. نفس الطماطم، نفس هذا يبيع ب 1000 ونص، هذا يبيع ب 1000. ليش؟ هي هاي. من المصيبه المحاربه بيناتهم طبعا، هو هذا اساس خراب الشغل، المحاربه وواحد عينه على الاخ، هي هاي الاساس. زين ليش واحد عينه على الاخ؟ ليش ما هم يكونون ايد وحده وسوق واحد وكل من ياكل؟ ولا تريد الشغل؟ ماكو واحد هنا ما يشتغل كذب. تريد واقع حال؟ ماكو واحد، لان ليش مفتح هاني؟ اذا انا اخسر وما ابيع ليش مفتح؟ صح لو غلط؟ صح. بس اكو واحد يخلي الله بين عيونه. انت تجيب الطماطه اليوم بالعلوه ب 700 تبيعها ب 1000 ونص؟ 700 بالعلوه اليوم موجوده بكل مكان. ب 1000 ونص يعني حمد ايه؟ فوقها 700. هذا هذا واحد من الناس احكي لك عنه قبالي وصاحبي وجيراني، هذا ب 1000 ونص، هذا ب 1000، هذا ب 1000. هاي واحد سنه قاعد قدام العالم، هذا اليوم يصيح ب 1000، هذا ب 1000 ونص. ونفس الطماطم. نفس الطماطم ونفس هذا وهي على موجود، روح له هي على زلمه. روح اساله وشوفه. فالغلط بينا مو لا. هذا حرام هالشيء. اي الغلط بينا. احنا قمنا نعلم العالم على الاذيه، احنا قاعدين نأذي العالم. ولا لو كله قلب على قلب لا تصيب وقع واحد ما يعيش. مع الاسف عندنا ماكو قلب على قلب. والاقوى هذا والمي هسه نال يفتر بالسوق يعيش، يبيع مي ويبيع شاي يعيش. بس هي منافسه وريد يخلي بجيبه اهم شيء. محلك؟ محلي نعم. محل دجاج؟ اي نعم. بيش كيلو دجاج؟ باربعه. كيلو باربعه؟ اي. تبيعها؟ ما اعرف والله. انا ابيع باربعه. انت حكيت خوش حكايه. اليوم هذا يبيع ب 1000 ونص. انا بالنسبه الدجاج اليوم طاب علي ب 3 وربع من مكانه. عراقي؟ عراقي. لا شمالي من جيبه خاله هنا. هذا ما نطبه هنا. هذا نأذي العالم به. هذا الدجاج 3 وربع طب علي حمله 750. انت قلت تبيعه باربعه وهناك يمكن قال ابيعه بخمسه لو بخمسه مو؟ هاي كل كل منو شغله مو هذا اللي حكيت لك اياه انا. هذا اللي حكيت لك اياه. ضربت مثل. اها. ضربت الواقع عند تشوفه. اه هسه هذا قدامك انا احكي لك اياه. يعني بالكيلو 750 خير من الله. ويا تنظيفها. كامله كامله. كامله ب 4 الكيلو، يعني الدجاجه اذا طلعت ب 10 انت لك بيها نقول 2 الا ربع، ترى خير من الله، اذا تبيع لك 50 دجاجه خير من الله. نعمة. نعمه. بس هم العالم يفكرون هذا الشيء. الله يزيدكم يا رب. يا اهلا وسهلا. كل الهلا فيك حبيبي. طبعا احنا هذه تشوفون اللي دائما تكون المنافسه بين اصحاب المحلات.